السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة برضو مكملين مع الصف الخامس الابتدائي في مادة العلوم. النهاردة هنتكلم في مادة العلوم عن النظام البيئي. طبعا النظام البيئي ده نظام كل الكائنات الحية أو الغير حية، طبعا بيعتمدوا على بعض في هذا النظام عشان خاطر يحصل فيه توازن بيئي. يعني مثلا هنلاقي مثلا الكلاب، مثلا إذا أنت مثلا جيت في منطقة وقتلت الكلاب مثلا، فممكن في هذا المكان ممكن التعبين تزيد، فطبعا تأثر على النظام البيئي. برضو في أي حاجة تانية، يعني كل شيء سبحان الله ربنا خلقه بحكمة وبقدر، وكلهم جند من جنود الله اللي بتبقى موجودة لأسباب ربنا خلقها لا يعلمها إلا الله. فطبعا كل حاجة ليها نظام بيئي. يعني مثلا هتلاقي القطط برضو ربنا خلقها لتأكل مثلا الفئران، لأن ممكن لو الفئران زادت برضو تدور بهذا المكان، وهكذا. فهي نظام بيئي ربنا خلقه عشان يحصل توازن في البيئة، كل شيء بيعتمد على الآخر. طيب هنيجي برضو في حاجات تانية اللي هي بتبقى تبادل المنفعة. طبعا تبادل المنفعة بتحصل ما بين الحيوانات بعضها ببعض، أو حتى في ما بين الحيوانات والنباتات. يعني مثلا هنلاقي في النباتات، هنلاقي النحلة بتعمل إيه؟ النحلة طبعا بتلقح النبات، فبيحصل عشان ينتج نبات اخر، وفي نفس الوقت النحله بتستفاد طبعا بالثمار الموجوده. حتى في ايه في القران اللي ربنا امرها، وكلي من كل الثمرات وبرده واتخذي من الجبال بيوتا. فسبحان الله، فتلاقي كل شيء بيعتمد على الاخر، وكل شيء بيستنفع من الاخر. في حاجه برده عندنا اسمها التطفل. التطفل دوت بيبقى ايه؟ هذا هذه الحشرات هي ما بتفتش، هي بتضر، ولكن يعني هي بتتطفل على شيء اخر بدون ما بتديله منفعه. زي مثلا البق لما بيجي للحيوانات، فهو بيضر بهذه الحيوانات، وممكن برضو يجي للإنسان إذا كان الفراش غير نظيف، المكان غير نظيف، فبرضو بيسبب له برضو أمراض. هنيجي برضو اللي هو برضو في التطفل. عندنا في الطلائعيات بيحصل الأميبا بتنتقل خلال المياه والغذاء، فبتلوث المياه والغذاء، فبرضو بتجيب برضو مرض اللي هو مرض النعاس. وهذا المرض برضو ايضا ممكن يجي باسباب اخرى، زي مثلا ذباب التستيسي اللي موجوده في السودان، وطبعا اهلنا في السودان برضو وناسنا في السودان عارفين هذا النظام وعارفين هذه الذبابه. طبعا بتاثر برضو على الشخص وبتخليه برضو ينام مده كبيره. في برضو هنتكلم برضو عن المحاكاه. يعني مثلا هتلاقي في تعبان الملك بيحاكي، بيبقى نفس بياخد شكل التعبان الاخر، فعشان خاطر يقدر يصطاد بيه الفريسه. ونيجي برضو لحاجة تانية اللي هي اسمها التكيف. التكيف هتلاقي الحيوانات بتقدر تتكيف مع الأماكن اللي هي بتعيش فيها، أو حتى النباتات. يعني مثلا هتلاقي مثلا الجمل ربنا خلقه سبحان الله بيسموه سفينة الصحراء، لأنه بيتحمل وبيخزن المياه والغذاء لمدة أشهر. وأيضا هتلاقي برضو في النباتات، تلاقي نبات الصبار برضو تصريف المياه اللي بيحصل فيه بيبقى قليل، عشان كده بيقدر يخزن المياه فيه لمدة سنة، فلانه موجود في الصحراء والميه فيه قليله في الصحراء. فكل الحيوانات هتلاقي برضو زي الدب القطبي، الدب القطبي ده برضو بيتحمل درجات البروده العاليه، عشان ربنا خالق له فرو برضو يقدر يتحمل بكده درجات هذه. وبرضو ايضا التكيف، ممكن هتلاقي برضو بعض الحيوانات بتتكيف وبتتلون باماكن الحاجات اللي فيها، زي مثلا بتاخد لون الارض او لون الزرع، عشان خاطر تقدر يا اما تحمي نفسها من الحيوانات الاخرى او الفرائس الاخرى، او برضو عشان خاطر تقدر تصطاد فريسه اخرى، فتقدر تتلون بس بلون الشجر او تتلون بلون الارض. فدي يعني ده درسنا النهارده. هنتكلم اللي اتكلمنا فيه عن النظام البيئي وعن التطفل وعن تبادل المنفعه وعن المحاكاه وعن التكيف. وان شاء الله برضو مكملين معاكم برضو في الفترات القادمه باذن الله. وان شاء الله نتمنى نكون ان احنا بنفيدكم، وان شاء الله نتمنى برضو منكم دعمونا في باذن الله، وتعملوا لايك وشير، واي اسئله اكتبوها لنا واحنا هنرد عليكم باذن الله. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.